السلام عليكم، يما ندير معكم ديك الخلطة ديال البطاطا. غنحتاج نص كيلو أو ربع من البطاطا، غنحتاج شوية من الملح، غنحتاج فرماج حمر، وغنحتاج كأس كبير من الزيت والنار، وغنحتاج ثلاثة ديال البيضات. بسم الله على بركتنا صلوا على النبي. ناخذ البطاطا ونقشرها ونقطعها على طول، نخليها تقلى بالزيت ونو. احنا دابا قطعناها بالطول وخدتها مزيان وخليتها تقطر من الماء، ودابا نقليوها. خديت كوكوت خليتو يدخلو دابا، خوت عليه الزيت، كأس كبير من الزيت، غنخلي دابا يدخل، ودابا من بعد داخلة يكون لون البطاطا تكون لون ذهبي، غنخليها تقطر مزيان من الزيت. باش نخلطو بالنسبة نتخطى كان بطاطا، دابا ناخد كنافة، ناخد هذا البيض، ومن بعد شوية من حليب البيض، شوية من زيت ونوب، وشوية من فرماج حمر. هنا دابا طلبت البيض بوحدو، غنضيف ليه شوية ديال الزيت، ودابا أحليه، ودابا غنضيف فرماج حمر. خديت دابا ديك البطاطا لي حنيت، دابا نخوي عني هداك المقادير ديال البيض لي خلطت مع حنين، غنخوي فوق هاد البطاطا هادي. راني دابا دخلت الفران، من بعد لي خويت داك المكونات في الطينية، دابا غنخليه يطيب نص ساعة، ودابا أنا وجدت معاكم عطير ديال قرهي. صلوا على النبي. ودابا ندير معاكم عطير ديال الكرشيت. غنحتاج جوج من الكرشيت، واحد ياخد ديال بيطاش، واحد طاشي ديال الحليب، وشوية من تانيتا. أول حاجة كرشيت كنختنها وكنقطعها والمربعات مكعبات، إما كتنقيها أو كتفوريها، من بعد إن تنقيها كتخليها تقطر مزيان، من بعد شوفوا معايا النتيجة. أنا دابا خرجتها من الفرن، دابا عندينها فرماج حمر، ندخلها في الفرن 5 دقائق. وحنا دابا ذوبنا داك الفرماج، احنا يطيب لي مزيان الكرشيت، خاطر يكون طيب مزيان، وكتخليه يتعطر. ودابا نديرو في انا مونينيت. بسم الله على بركتنا صلوا على النبي. انا ضفت اول حاجة كرشيت، ضفت تانيتا، ودابا ياخوت ديال بيطاش، ودابا نضيف شوية من الحليب، ودابا نضيف الباقي من الحليب. وهذه هي النتيجة ديال نكهة البطاطا في الفرن، ومرافق عطر ديال الكورجيت والحليب. كنتمنى تنال إعجابكم، صلوا على النبي، إلى فيديو قادم بحول الله.